أهلا بكم مشاهدينا فقرة مع الأحداث. اليوم قراءة في دفاتر حزب المؤتمر الشعبي تحت هذا العنوان. نفتح ملف اليوم في استوديو الأحداث لمحاولة قراءة آخر التطورات داخل حزب المؤتمر الشعبي في خضم حالة التوترات السياسية التي تحدث الآن، سواء داخل الحزب الحاكم أو أحزاب الحوار الوطني بحسبان اصطفاف قوى المعارضة فيما يسمى بوثيقة الحرية والتغيير. لحديث تفصيلي ينضم إلينا داخل الأستوديو الكاتب الصحفي المختص بشؤون حزب المؤتمر الشعبي الأستاذ عوض فلسطيني. الأستاذ عوض، مرحبا بك، وبداية، ما الذي يدور في أروقة المؤتمر الشعبي بعد أن راج في منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا أنباء عن تقديم مجموعة من الشباب استقالاتهم عن الحزب بسبب عدم رضائهم من المشاركة في الحكومة؟ أهلا مرحبا بك أخت أشواق وبكل مستمعيكم ومشاهديكم على مدى الأثير. حقيقة ما يجري الآن في الساحة السياسية في كافة القوى السياسية، الآن هنالك اضطراب شيء ما، وهنالك كثير جدا من الرمال المتحركة في مواقف القوى السياسية تحديدا، وتشهد الساحة السياسية السودانية منفتحة الآن بأحزابها التي كانت في الحوار أو التي خارج الحوار كانت ممانعة، جميعها مع الهيجان الذي صاحب الشارع الآن هنالك مواقف كثيرة بدأت في التشكل. وتعلمين أن التظاهرات التي عمت السودان لأكثر من شهر ونصف هي الآن فرضت نفسها على الواقع، بالتالي كان لابد أن يكون لها تأثيرات مباشرة على القوى السياسية. في المؤتمر الشعبي تحديدا، بحكم أننا متابعين ومراقبين لكل تحركاته الآن الداخلية وشأنه الداخلي، حزب المؤتمر الشعبي هو واحد من الأحزاب السياسية التي دفعت في مسيرة الحوار منذ أن شاركت مبدأ بحياة الشيخ حسن عبد الله الترابي، ثم انتقل الحزب بعد انتقال الأمين السابق إلى الدار الآخرة، أصبح الحزب بقيادة جديدة وكان مستمرا في عملية الحوار الوطني. نعم. مع تدهور الأوضاع الآن في السودان هنالك مواقف كثيرة تشكلت في الساحة السياسية، لكن الشاهد في الأمر أن حزب المؤتمر الشعبي هو ظل الحزب الوحيد الآن الموجود ويبقي مخرجات الحوار ويدافع عن هذه المخرجات، بحكم أنه يراهن عليها أن هذه المخرجات ما كتب فيها من قضايا وما بحث فيها من إشكاليات هي كفيلة بحل مشكلة السودان. يعني هل هنالك يعني ما تم تداوله يعني في منصات التواصل الاجتماعي تقديم استقالات بعض الشباب من الحزب بسبب عدم رضائهم عن مشاركة الحزب في هذه ما يسمونها يعني في التظاهرات، هل هو هذا الخبر صحيح؟ المواقف التي مر بها المؤتمر الشعبي جعلته يبحث في كثير جدا من مآلات الساحة السياسية جملة، وبالتالي كان هنالك موقف ثابت راسخ لقيادته فأن تتمسك القيادة بالحوار. بالحوار هذا الموقف ربما يكون حرك القليل من الرمال في وسط القيادات الطلابية والشبابية، هنالك عدد منهم يرون الانخراط مع الشعب السوداني في المسيرات الجماهيرية هو واجب الآن، لكن المؤتمر الشعبي في إطار مؤسساته وحزبه والمؤسسات التنظيمية هو ما هو يقرر متمسك على بالحوار. الأقل متمسك لا زال بالحوار. أستاذ فلسطين، يعني هنالك يعني لا تنفي صحة هذا الخبر أن هنالك بعض من الشباب يعني تقدم باستقالتهم. في صعيد آخر، كيف يعني ينظر المؤتمر الشعبي لتوحد القوى المعارضة في وثيقة لا ترى غير مطالبة أو مطالبة الحكومة بالتنحي؟ أفتكر أنه من خلال غراءة الساحة السياسية الآن كل الأحزاب السياسية الموجودة الآن وكل الحراك السياسي مجتمع حول التغيير. هذا التغيير ربما يكون أصبحت فيه الآن عدة مسارات. هنالك مسار الآن بعض القوى السياسية لجأت مباشرة لأن تضم صوتها للشارع، وبالتالي يبدأ التغيير عبر التظاهرات والانتفاضة، ورفعت السقف في المطالب إلى سقف التنحي. هل المؤتمر الشعبي؟ المؤتمر الشعبي تحديدا له موقف آخر، إن كان هو موجود في هذا الحراك، لكنه يرى التغيير عبر المخرجات التي تحدث عنها الحوار الوطني عبر الفترة الانتقالية، وهذا التغيير السلس على الأقل يحفظ كثير جدا من سلامة البلاد ويحفظ يعني على الأقل لا يرون هذه الوثيقة المؤتمر الشعبي طلبا الحكومة بالتنحي. هو لا يعترض على التنحي بهذه الوسيلة، لكن تعتبر هذه وسيلة لأحزاب سياسية محددة على الأقل أجمعت عليها، بينما هو يتمسك برأيه. كان الأفضل في الساحة السياسية أن يتم من خلال المؤتمر الشعبي والقوى السياسية المحاورة كلها توحيد هذه المواقف، وأن تكون هنالك كتلة واحدة للقوى السياسية مجتمعة تتحدث بمصالح السودان. هل هنالك مشاركة؟ صوت من المؤتمر الشعبي سينضم لمناقشة هذه القوى المعارضة أو ينضم أو لا؟ ويفغي ما قرأته وتابعته في الصحف بالأمس، كنت أطالع تصريح للأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إدريس سليمان
كان يتحدث عن نيتهم لطرح مبادرة في الساحة السياسية، وتعلمين أن هناك الآن عدد من المبادرات في الساحة السياسية، منها ما هي من هي أكاديمية ومنها التي أتت من بعض القوى السياسية الأخرى. وتوقع في خلال هذه المبادرات جملة أن يتم على الأقل تداعي لها من كافة الطيف السياسي المختلف، أن يبحثوا في مشتركات تجمع القوى السياسية جملة تجاه توحيد رؤية واحدة شاملة للتغيير، وتلبي على الأقل طموح الشارع الذي يتحرك الآن ويطالب، وتلبي طموح القوى السياسية الأخرى. الأهم في المسألة جملة أن تكون التعابير التي تخرج في الشارع الآن هي تعابير مقفولة بحقوق، أن لا تكون عليها التعدي كما حصل، والأحداث التي تصاحب هذه المسألة. ضمن جملة نحتاج حقيقة إلى حراك سياسي سلس نمارس فيه الحقوق الديمقراطية كاملة دون قيد أو حجر، وأن يكون هنالك ديمقراطية تمثل القوى السياسية سواء كان في طرحها وأفكارها. وبالتأكيد السودان له تجارب كثيرة في الماضي في التاريخ، لا تعجزه تجارب مستقبلية أن يوحد كلمة السودان جملة ويخرج على الأقل البلد من هذا النفق المظلم الذي تعيش فيه خلال هذه الأيام. طبعا أستاذ عوض، يعني في جانب آخر هنالك أصوات من داخل المؤتمر الشعبي تقر بأن مخرجات الحوار الوطني لم يتم تنفيذها، مثال على ذلك النائب البرلماني الشعبي كمال عمر، يعني ما رأيك يعني؟ المؤتمر الشعبي عندما اتخذ قرار، حسب المتابعة عندما اتخذ قرار المشاركة في هذا النظام، كان القرار اتخذ بتباين في الآراء والأفكار، ومن ثم رجح بديمقراطية شاملة. هذا يعني أن هنالك عدد كبير جدا من أفراد المؤتمر الشعبي أو قياداته أو في القواعد حتى لها رأي الآن في إنه هذه المخرجات لم تلبي الطموح ولم تنفذ، وبالتالي الأولى للحزب أن يخرج من هذه المشاركة. لكن حتى يتم الحديث عن هكذا أمر، يحتاج هذا الأمر إلى اجتماع المؤسسات الكبرى التي تمثل قيادة المؤتمر الشعبي، سواء كانت الهيئة القيادية أو هيئة الشورى أو حتى مؤتمره العام، هذا النظام الذي يعني يدير به المؤتمر الشعبي أروقته التنظيمية الداخلية. وبالتالي الأصوات التي تنادي هنا هناك بأن يخرج المؤتمر الشعبي أو خلافه هي لا تتعدى كونها أصوات على الأقل لأفراد، لكنها ستعبر عن رأي عدد عريض في قوى المؤتمر الشعبي وعضويته. لكن خلاصة الأمر وفق قراءتنا ومتابعتنا للواقع أن المؤتمر الشعبي هو أكثر الأحزاب الآن تماسكا في الساحة السياسية، ويستطيع أن يتخذ قرار يجمع عليه في مؤسساته التنظيمية، سواء كان في تقييمه واستمراره مع الحوار أو أن يفض المشاركة، هذا وفق ما تراه مؤسساته إذا انعقدت يومها. نعم، الأمال العدلية في الحزب وعلى لسان الدكتور محمد العالم حذرت من أي انتهاكات دستورية للمتظاهرين السلميين، كيف ترى هذا الأمر؟ أنا طلعت خلال الأسبوع السابق عدد من البيانات المختصة من بعض القوى السياسية أو من بعض منظمات حقوق الإنسان، من ضمنها طلعت بيان لحزب المؤتمر الشعبي مذيل بالأمانة العدلية التي ترأسها محمد العالي أبو زيد، هو دكتور عميد كلية جامعة النيلين للقانون. هو تحدث عن أن هنالك كثير جدا من مشكلات صاحبت المسيرات التي تخرج، وبالتالي جملة هي تؤشر لانتهاك كبير لحقوق الإنسان. ومن هذا الاتجاه المؤتمر الشعبي وضح على الأقل من الزاوية العدلية والزاوية القانونية رؤاه في الاحتجاجات التي حصلت والمشاكل التي مرت بها هذه الاحتجاجات. أفتكر أنه البيان أنتم معبر ضد هذه الانتهاكات وهذا التعامل مع المتظاهرين. هو ذكر هكذا، هو كأمانة مختصة وبالتالي بالضرورة أن يسحب هذا. كمراقبين في الساحة السياسية بالطبيعة أن نكون ضد أي انتهاك الآن، سواء كان لحقوق الناس أو سواء كان لمنع التظاهر أو سواء كان تعامل فيه شيء من العنف، وهذا مجمع عليه من كافة الأطياف الموجودة سواء كان سياسية أو صحفية أو خلافه، لأن هذه حقوق دستورية ونطالب بكفالة هذه الحقوق حتى لا تؤثر أي ما إنسان هو يخرج ويطالب بوسيلة ديمقراطية في السودان. في الجانب الآخر طبعا لا بد أيضا للنظام الذي يحكم، سواء كان هو منفردا المتمثل في الحكومة التي تمثلها حزب المؤتمر الوطني وبقية الأحزاب المشاركة معه، عليهم أن يتحروا أيضا التعامل بشيء من الحكمة، وأن ينفذوا إلى حلول سياسية حتى تهدأ هذه التصاعدات التي تظهر الآن في الانتهاكات وفي التظاهرات، لأن حقيقة أي حديث
أو أي ما فعل في حقوق الإنسان ترتبت عليه كثير من المشكلات، ستظهر هذه المسائل في الإطار الخارجي، وبالتالي السودان هو واحد من منظومات موجودة الآن في منظومة عالمية قد تتداعى علينا أي ما قوة دولية بأسباب سواء كانت إنسانية أو خلافه. نعم. حتى نوصل هذا الباب جملة ونشجع الحلول السودانية، ينبغي أن تتعامل القوى السياسية والحكومة نفسها في إطار التظاهرة كلها في تظاهر سلمي بعيد. نعم. عن الانتهاكات التي يمكن أن تصيب حقوق الإنسان. نعم أستاذ عوض فلسطيني، يعني أخيرا، في ظل ارتفاع هذه الأصوات الكبيرة التي تنادي الحزب بضرورة فك الارتباط عن المؤتمر الوطني، الشيخ إبراهيم السنوسي اليوم يظهر مع رئيس الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر الوطني في كادوكلي صباحا، يعني ما تعليقك على هذا المشهد؟ لم يكن هناك حديث بفك الارتباط بين المؤتمر الوطني والشعبي. ارتفاع أصوات يعني. هناك أصوات لا تصلح أن تكون هناك ارتفاع وفق المراقبة الموجودة الآن في الساحة، هناك أصوات تنادي. أما إذا أتيت لتتحدثين عن موقف إبراهيم السنوسي، إبراهيم السنوسي هو الآن يمثل مساعد رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا المنصب هو مثله مثل أي منصب لوزير اتحادي أو وزير دولة. تعلمين المؤتمر الشعبي لديه ثلاث حقائب وزارية الآن، موسى كرامة هو وزير للصناعة، وسعد الدين ربما وزير في وزارة الطاقة، وإبراهيم السنوسي هو مساعد رئيس الجمهورية. وبالتالي كما يتحرك هؤلاء الوزراء في مهام خاصة بالدولة والحكومة، يحق لإبراهيم السنوسي كمساعد لرئيس الجمهورية أن يكون مع الرئيس في أي ما زيارة، وهذه ليست لها ارتباط على الأقل ما بين موقف المؤتمر الشعبي أو وجود التنظيم، لأن هنالك تنظيم، هنالك تنظيم، هنالك أمانة متخصصة في المؤتمر الشعبي تدير الشأن، وهذا جسم تنفيذي يتبع على الدولة أيضا، لكن في النهاية الحصة كانت من نسيب المؤتمر الشعبي، فهذا لا يضرب حجر على إبراهيم السنوسي فإنه يتحرك في الزيارات الخارجية أو الداخلية مع أو خلاف الرئيس. نعم. الأستاذ عوض فلسطيني الكاتب الصحفي المختص بشؤون حزب المؤتمر الشعبي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.